وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل، قال: وأنيبوا إلى ربكم، أقبلوا وارجعوا إلى ربكم. وأسلموا له، قال: أسلموا له بالتوحيد. هكذا في التفسير، أسلموا له بالتوحيد. إذا وحد العباد الله سبحانه وتعالى صرفوا له جميع العبادات، إذا أرادوا الدعاء صرفوه لله تعالى، لا يدعون غير الله، لا يلجؤون إلى الأموات ولا إلى الغائبين. قال الله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الذي يموت ضعيف، لا يتوكل عليه ولا يلجأ إليه، وإنما يلجأ إلى الله تعالى. لذلك قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ابن كثير: الحي المتصف بالحياة، الحياة الكاملة، لم يسبقها فناء عدم، ولا يلحقها فناء، لم يسبقها عدم، هو الأول ليس قبله شيء، ولا يلحقها فناء، هو الآخر ليس بعده شيء. القيوم، قال ابن كثير رحمه الله، القائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، القائم بشؤون عباده، يدبر أمرهم، يحيي ويميت، يرزق ويغني، يعافي ويشفي، يرحم ويغفر، يفرج الكرب، يهب الذرية، يحسن إلى المسيء والمحسن سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالعبد يدعو الله وحده. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تتعجب أشد العجب من عبد فقير مسكين محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعرض عن ربه ويلجأ إلى عبد فقير مسكين مثله. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عبد مثلك، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أي عقل هذا الذي يملكه الذي يدعو غير الله تعالى؟ كيف يموت العبد فيغسل ويكفن ويرفع على الأكتاف ويذهب به إلى المقابر ويحفر له ذلك اللحد ويدخل في تلك الحفرة وتجعل من فوقه الحجارة والطين والتراب، ثم يذهب هذا إلى أقصى الأرض وتلم به مصيبة فيلجأ إلى ذلك الميت الذي دفنه بيده؟ أي عقل هذا؟ لذلك قال الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قال البغوي القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله قال مجاهد أي في أمر الله فرط في أمر الله في الدنيا كم قرأ القرآن فخالفه كم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضرب عنها صفحة كم أعرض عن المواعظ والآيات والأحاديث والآثار والنصوص أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين كثير من الناس يربط الهداية بالقدر فحسب والمؤمن يؤمن بالقدر ومع ذلك يفعل السبب كما أن العبد يؤمن بالقدر أن الله قدر له الغنى ومع ذلك يتخذ أسباب الغنى فيذهب إلى السوق وإلى العمل فإذا اتخذ أسباب الغنى وهو يعلم أن الله قدر له الغنى بعد غناه فلماذا لا يتخذ أسباب الهداية وهو يقول بقدر الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب قال البغوي معاينة ترى العذاب يؤتى بجهنم في صحيح مسلم يؤتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام الزمام السلسل مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها لو تركت على أهل المحشر لأخذتهم قال الله تعالى تكاد تميز من الغيظ تكاد تتقطع وتميز بين أهل الشر من أهل الخير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ولذلك الواجب على العبد أن يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى وأن يقبل على الله وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى